بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الحزام الأمني بمديرية أحور في محافظة أبين، زارت كاميرا الغد المشرق منطقة مقاطين واطلعت على آخر التطورات العسكرية لحملة سهام الشرق في مناطق الساحل الشرقي بأبين. خرجنا في مهمة إلى منطقة أحور ساحل مقاطين، وقام تنظيم القاعدة بهجوم على موقع من مواقعنا، واستشهدوا رجال من رجالنا، ولقناهم درسا لن ينسوا أبدا. لقناهم درس وقتلوا منهم من قتل وأسر من أسر، والآن الحمد لله نحن ثابتين، وسوف نطاردهم، سوف نطاردهم من هذا المواقع إلى أوكارهم. ولأهمية منطقة مقاطين بمديرية أحور الساحلية، تم تعزيز قوات حملة سهام الشرق وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بقوات العاصفة، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له جنود ومواقع الحزام الأمني قبل عدة أيام. هذه المنطقة اللي تم استهدافها مقاطين، ونحن هنا مرابطين على هذه الأرض لتطهيرها من كل الفسرة والخارجين عن القانون. احنا هنا في أحور بمساندة قوات الحزام الأمني لتطهير أراضي الجنوب من الخلايا الإرهابية. وتقع منطقة مقاطين بمديرية أحور في محافظة أبين على الطريق الدولي الذي يربط أبين والعاصمة عدن من المحافظات الشرقية شبوة وحضرموت والمهرة، والذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسية في المحافظات الجنوبية.